وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من المنامة الكاتب والمحلل السياسي عبد الله جنيد. أهلا بك معنا سيد عبد الله في هذه النشرة. في البداية نعزي أنفسنا ونعزيكم في استشهاد عناصر من قوة الدفاع البحرينية في هذا الهجوم الغادر. هذا الحادث الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على القوات البحرينية لاقى بطبيعة الحال تنديدا واسعا سواء عربيا أو حتى دوليا. إلى أي حد يمكن مثل هكذا حادث أن يجهض جهود السلام الأخيرة؟ أسأل الله مساءك ومساء مشاهديك. بالتأكيد يجب النظر إلى هذا الاعتداء الغاشم على القوات المشاركة ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، على أنه اعتداء ليس يعني مشخصاً في شخص البحرين، وإنما يستهدف التحالف بشكل عام ويستهدف السعودية بشكل آخر، ربما لأسباب سياسية أخرى قد تتصل بعملية ضغط سياسي على المملكة العربية السعودية أو إعادة صياغة سير جدول المفاوضات الذي يعني بين الفترة التي عاد إلى صنعاء الوفد الحوثي المشارك في المفاوضات في الرياض، وقع ذلك الاعتداء في يعني في أيام بعده بأيام قليلة. فيجب أن ندرس هذه الأبعاد، وقد يكون أحدها مثلا وجهة نظر الحوثي بأن عملية تقارب مع التيار السياسي الممثل الإرادة الجنوبية قد يكون هو أحد أسباب تلك العملية. طيب سيد عبد الله، بما أننا نتحدث عن التحالف، يعني على صعيده برأيك هل سيفتح الباب على خيارات أكبر، خاصة أن المتحدث باسم التحالف قال إن التحالف يحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين؟ هذا بالتأكيد، أن لا يعني الكل واثق تماما من وجود الإرادة السياسية من خلال قيادة التحالف في عملية التعاطي مع هذا الخرق للمواثيق ومسار مسارات التفاوض السياسية، وعلى قناعة تامة بأن ذلك الرد سوف يأتي في أقرب ما يتوقع الحوثي. طيب سيد عبد الله، نتحدث إقليميا، هل أرادت الميليشيات الحوثية وبتخطيط من إيران إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي وكذلك لدول المنطقة من وراء هذا الحادث، وأيضا باستخدام طائرة مسيرة مفخخة؟ أولا يعني هذا الاعتداء على الأراضي المملكة العربية السعودية ليس الأول خلال أقل من أسبوعين، إنما كان تقريبا الثالث. أما هل له صلة بأجندات إقليمية أخرى؟ أنا لا أستبعد ذلك، ولكن المهم الآن أنا شخصيا على قناعة تامة بأن هذا التيار لا يمكن أن يمثل لا إرادة وطنية يمنية مستقلة، أو قد يمثل في أي يوم من الأيام رؤية وطنية قد تسهم في إخراج اليمن أو لسان في عملية أن يغادر اليمن مرحلة الأزمة و الدخول في مرحلة يعني المرحلة الانتقال مرحلة الانتقال السياسي. وأما ما يمكن أن يرتبط بهذا الفعل بأجندات إيرانية مثلا أو غيرها لا أستبعد ذلك، ولكن تحت أي ضغط وظروف ماذا قدمت هذه النماذج في كل ساحات الاحتقانات أو ساحات الأزمات سواء في العراق، سوريا، لبنان وفي اليمن. هذه لا يمكن أن تقدم أي شكل من أشكال الرؤية السياسية الوطنية. طيب سيد عبد الله، هناك قرار أممي يعني بمنع توريد الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، ولكن في حقيقة الأمر إيران لم تلتزم بذلك وأيضا تواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. ما هدفها من وراء ذلك؟ الهدف الأول كما هو الهدف الدائم لإيران هو استدامة حالة عدم الاستقرار أو الجغرافيا السياسية والاجتماعية الفاشلة، كما هو حادث في لبنان، في العراق وفي سوريا واليمن.
نموذج آخر، وهي تسعى لأن تقدم أو تطور ذلك النموذج حتى في أفريقيا. كيف يجب التعامل مع عملية خرق المواثيق الدولية فيما يختص بتوريد أو تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع؟ لما أعتقد هناك حل وحيد، وهو إغراق كل هذه السفن عندما لا يعني يتحقق عملية أن هذه السفن تحمل أسلحة يعني قادمة من إيران باتجاه اليمن أو أي منطقة نزاع أخرى، يجب أن تغرق ومن عليها حتى تصل رسالة لكل هؤلاء القراصنة والمجرمين بأن عملية تنفيذ أوامر إيران العبثية سوف تودي بهم إلى التهلكة. طيب سيد عبد الله، ما خيارات المجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة وحتى الأمريكي بعد هذا الخرق الواضح لجهود عملية السلام لإنهاء النزاع في اليمن؟ على ما أعتقد القرار يجب أن يكون يمنيا أولا وأقليميا ثانيا، وعلينا لا نرتهن بعملية القرار الدولي. القرار الدولي ليس ذا شأن مباشر في عملية أو أهمية ما يعنيه إعادة الاستقرار لليمن، وكذلك يجب النظر إلى ما يمثله اليمن ككل ضمن الرؤية ما سبقت 2011 وما يمكن أن تصل له في حال الاستمرار في استدامة هذه الأزمة. ما يجب أن يحدث هو إعادة تقييم الموقف بشكل استراتيجي، وأن تطلب ذلك إما عملية تطبيق مخرجات الحوار اليمني وهو فدرلة الإدارة المدنية داخليا داخل محافظة يعني المحافظات المكونة لليمن، أو أن يسار إلى واقع ما قبل حرب 94. لا حل دون ذلك، إما هذا وإما ذاك، لكن أن نستمر في القبول بمعاناة اليمنيين فقط لإرضاء المجتمع الدولي أو إيران أو هذا الحوثي الذي يمثل حتى 7% من تعداد السكان اليمنيين، فذلك جريمة بحق اليمن وما يمثله اليمن. أنا أشكرك سيد عبد الله الجنيد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من المنامة.